الأهواز أو الأحواز أو عربستان مسميات جدلية لأرض واحدة تتمثل بالإقليم العربي المحاذي للعراق والمطل على شمال الخليج العربي. هذه المسميات بدأت تطفو على السطح مع تنامي الحراك السياسي فيه ضد الحكم في إيران. هذا الإقليم كان حتى العام 1925 إمارة شبه مستقلة يحكمها الشيخ خزعل بن جابر الكعبي الملقب آنذاك بأمير عربستان قبل أن يقوم الشاه الأب رضا بهلوي بغزو الإقليم عسكريا وأسر الشيخ خزعل ومن ثم ضم الإقليم بمعزل عن إرادة شعبه العربي، وهذا ما جعل المؤرخين والجغرافيين يسمون الخليج بالعربي. ولعل أقدم مصدر عربي ذكر تسمية الأهواز بحرف الهاء كتاب تاريخ الطبري. نقود ومسكوكات فضية وذهبية متوفرة بكثرة في مختلف المتاحف للحقبة الأموية والعباسية شكلت وثائق مادية تثبت تسمية الأهواز أيضا. إلا أن الحكم الإيراني في زمن الشاه وما تلاه من حكم للملالي غير أسماء المدن والأحياء والشوارع في الإقليم في محاولة لا يبدو أنها نجحت لسلخ جذور سكان الإقليم عن أصولهم العربية. جيلان فطيري، العربية.